الانتدابات، برشلونة ولا ملاحبيه على الانتدابات تقريبا ما نجح، قليل اللي نجحوا في الانتدابات الاخرى هذا في العالم. ما تنجح من الاول وقت يتخلى عبد الباسط الناس كلها تشكر، واخي وتوقي اخي ما شافوش فيديوهات شفت في الفيسبوك الدنيا شالت والناس كلها فرحانه بتوقي لادابتاسيون. انا نحكي مع الجزائري شو اسمه مزيان مزيان، انا شفته في العين اي وشفته في الجزائر لاتاكون نتاع العين ميابيتور كان جاي للترجي وباخذ الاثماء وحطوا برشا فلوس وقت. لا لا ما حطوش، مشالهم ليبه، مشالهم ليبه اي عطاوه برشا فلوس، عطاوه برشا فلوس خذ العين خاطر مهتم في العمليه. دائما اصعب شيء الاختيار نتاع لافونسور. تساؤلات شكون يقوم بالانتدابات في الترجي اليوم؟ حمد المد شخصيا. شخصيا مع تنسيق مع الاداره الفنيه نتاعو لونتونور والستاف كلها كلها ايتيدي الانستات يتحمل هو مسؤوليه الانتدابات الفاشله اللي صارت. اخي هو عمره قال لا ما جبتهمش، الناس كلها فرحانه، الناس كلها عاجبهم، الناس كلها تشكر في البدايه وقت ماتش الزمالك تنسيت الناس كلها فرحانه. اخي الرتور نفس الشيء، عبد الباسط هد كلاف ضرب لين صباح وسهل لك الماموريه لي جوار دو كلواي زون بيان فونكسيوني وقتها طيارات عملوا انيس والهوني كيف كل جوار دو كلواي والمليو وخ اوتوماتيكمون ولينا نلعبوا سيديو ستاتيك يولي فهمتني تصعب على تصعب على لافونسونت. منجي بن ابراهيم كان بحذايا لهنا كان حكى على نسيم بن خليفه. بالله نسيم بن خليفه اسمح لي يا اسلام، بالله يا سي المنجي لاعب في تسعه العباد اللي ما سمعتش قال على الاقل كان نجموا يستشيروني على نسيم بن خليفه يا سيدي، خاصة انه كان عايش في سويسرا وبرشا. لعب تسعة سنين، قال هو تسعة سنين في كل عام في كلوب خويا. لعب في جاسوبرز، لعب في اف سي زويريك، لعب في المانيا كاليتي جو. انا يقصد هو علاش ما طولش؟ لا انا شايفه في كوب دي موند موندو 17 في لاغوس تيتولار وشفتوه هو ودريغاز عنده 10 سنين تالي. نحكي لك الجواد كريتي ديسبليني تكتيكمون. علاش ما ينجحش في جمعيات كل 6 شهور يبدل؟ ما تنجح مش كل 6 شهور، كل عام. كل عام كل عام معناها فما استابيليتي علاش يبدلوه كان هو ينجح؟ يعني ممكن يسيت اما مش 10 جمعيات ممكن يسيت. خذوا حضر له في سيان، حضر له سيان ويبوس يعنق في بوه ويهني فيه يقول له ما لم لاعب يتبارك الله عليه. يعني عادي يعني اسمعونا، يعني اذا ما ينجحش ملاعبي في تونس مش هو خايب درجة خايب. مال انا كي شو اسمه بالكش البروفيل مش هو اللي حاجته بيان فينو كي هزيته يونغ بويز كسر الدنيا ميور بيتو ما مشاش في الترجي ما مشاش. الله يسامح بعض المدربين قالوا لا ما يصلحليش ما يصلحليش، مشى ميور بيتو تباع 7 مليون للفنرباتشي. بن خليفه بلاكش نفس مش نفس البروفيل اللي حاجته بيه ترجي. لا مش من هو يلعب 9:30 ترجي ما تلعبش بالستيل نتاع 9:30. ما تلعبش بالستيل 9:30 كان يساعد من يساعد ما يسي با ادابتي هو وال مزيان يسي با ادابتي ادابتاسيون. ومازوقي نفس الشيء، مازوقي بدا بدايه ممتازه لكن بعد خلينا نقولوا خلينا نكمل جمله سي لطفي بلغتنا تم حرقه انه اللاعبين لا لا كان ناجح اول ما بدا عمل مقابلات محترمه جدا. يعني كونسيبت عند لونتونور يوقف الكيف بتاعه اذا اللاعبيه ما تخدمش في التهام مع بعضها فهمتني، خاطر راي الكره فوا بونسي جوي تشوفوا تو في الكوب دوراب الناس كلها تتحرك اما كي يبدا دي ستاتيك واقف تك هز كوره تفك لك هز كوره تفك لك ما عادش يعطيك صاحبك ما عادش يمد لك ما عادش عنده ثقه فيك هو ما ينا با يوسي اكل الاكسبلو انديفيدويل ما نجحش في دويل اثنين هكا فهمتني. يعطيني سجل لي يا اخي الملاعبيه هذوما قاعدين ينجحوا في الدويل تو توكي ولا بدري مع احترامي لاسمه بدي ما قدموش اللي قدموا على مزوقي كيلعب مليون في المية معاك كما بدي جاي باسم كبير بدي كولا رونتمون ماهوش اسم
متفاهمين فيه ملاعبك كبير حتى برشا الترجي لكن كي في البدايه كي جاء بعد حتى عدى 6 شهور ما لعبش كوره هو فهمني في البدايه كي جاء بعد اتحاد جده كرجع 6 شهور يعني عرفت بعيد على الكومبيتيسيون كرجع ظهر شويه ومن بعد ان بليسيور ان بليسيور بعد ما يعني يعني الفورم بعد يعني ما كانش في النيفو اللي كانت الاسبيرونس السنه فيه. سي لوت في برشا من لاعبين يوفى عقدهم تقريبا فتره البارح وفي عقدهم مع الترجي من اهمهم ظهر لي خالد شمام سامح دربالي معز بن شريفيه ويليام توغي كيف ويليام توغي بري فات البري نتاعو مش مجدد مش متفائل اكيد مش مجدد له اكيد شكون رايك شكون اللي يقعد شكون حاجته به الترجي اليوم شكون يمشي على روحه سي بون ما كيف ماهر بالصغير امين المسكين ماهر صغير حميده صغير اظن مشى لغز كبير مشى اي لغز كبير اخي من الترجي الولد مونتال تاعو ضعيف ما عندكش فكره شنو اللي دخل الترجي في العمليه؟ إلا كاليتي تكنيك بون اتليت اما اخويا بيرسوناليتي نتاعو مونتال نتاعو ها؟ اخي الاسبيرونس ما شفتش يتم الاتحاد حاطها به لا الاسبيرونس البوف دي جوا يعني الاسبيرونس تبلعهم بالعان تو لا كاليتي عندك مونتال قوي تلعب الاسبيرونس نشوفها في العالم لي غران كلوب ديما هكا لي غران كلوب راهو تفسخ اللي مع مونتال ضعيف يروح يباس اكوتي اي في رؤيتك شكون يقعد شكون يمشي؟ عند حمدي المدرب ثم ليس دو ديبار وليس داريفي ثم حاطته اكيد عامل ليس دو ديبار اكيد يعلمهم تو اليوم يعلم اللي باش يخليه يمشيو هما على روحهم اي اما لا ثم اللي باش انت شنو رؤيتك شكون يقعد شكون يمشي؟ اكيد معز يبقى فهمتني اكثر واحد لو ريست شمام دربالي ما عادش ما عندي حتى فكرة لا رايك حمدي ياخذ رايك اوكي قلت ما تعرفش اوكي لا ما عنديش راي في الموضوع هذا لانه هو عنده ليستا يعرف متفاهمين انت اليوم قلت لي محب للترجي هكا ولا ولا بطلت نعم لا اكيد للنخاع يعني للنخاع شنو هي رؤيتك تكمل ولا ما يكملوش هذا تزيدهم عام انت اليوم لا من ما نظنش اللي انا عندي راي في يا سي لطفي ما فهمتنيش راك لا انا فهمتك مليح نحب نعرف موقفك الشخصي اسلام بينه وبين رئيس الترجي الموضوع تعبني نتمنى لا تعبتكش ما نتمنى انا خليل ولدي وصاحبي وانا زيت البرتغال على فكره فهمتني بالعكس يعني عنده استعداد كبير يبقى ترجع للاداره ولا دبالي نفس الشيء ما تحبش تعطي رايك في الموضوع لا ما تحبش تعطي رايك خاطر هذوما خدموا الترجي ودي جوار يعني دو كاليتي يبقى اداره الترجي ورئيس خاصه رئيس الترجي هو عنده هو الكلمه الاخيره يبقى ولا ما يبقى خدمت مع حمدي المدب خدمت مع سليم شيبوب شنو الفرق بيناتهم؟ انا ارتاح لحمدي المدب علاقه حمدي المدب برشا نرتاح الصداقه والعلاقته بالملعبية علاقته بجمهوره يعني تقول يعني كله بروفايل سليم صعيب أصعب شوية فما شوية حماس أكثر فهمتني مع الجمهور يتعب في الموضوع هذايا فهمتني ويتعب ليزونترنور فهمتني يحب لمسته هو تكون يعني موجودة الحمد لله حمدي يمي سون ستاف الاز كريم الملعبيه مخليهم مرتاحين فهمتني شهرياتهم في الوقت المضايقات ما تلقاهاش فهمتني التحديد ما تقول لي انجح حمدي ويا سليم واحد عمل له 14 سنه عمل جاب بطولات حمدي المدب حتى من الرقم القياسي انجح بكثير انجح منهم الكل انجح برشا انجح كل انا لو ستيل هو نجح في انتربريز نتاعو فما نجحش ترجي سي دو كاتو رغم الكره صعيبه برشا كنت بحضايا قبل هنا حكيت على حاتم بن عرفه وقتها تقريبا عنده 9 سنين صحيح قلت عامين اخرين نجم يكون في ترجي قال لي عمل لي مخ دائما يقول لي عملت انت بوز في الـ في الـ في الفيسبوك وفي الدنيا حمدي المدب خذ عملنا تصويره اما قال له قدامي قال له سي حمدي انا قبل ما نوفا كاريير نجي نلعب في ترجي انت عندك علاقه بحاتم عندي علاقه حتى للخليج ما حبش يمشي هاني متصل فيه يحب يقعد في اوروبا يقول لك مازال عندي
باش نلعب في اوروبا. ينجم يجي للترجي ولا اكيد يوم من الايام. يغطيش كبر السيد. كبر قداش عمره تو؟ 35 ظهر لي حاجه 33. هو بنزيما لعبوا مع بعض. انت شفتوا مع بنزيما لعب كان في الكيب ناسيونال. هي الجينيراسيون تاع سمير الناصري زاد معاهم. بالضبط بالضبط. يمكن 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 العام الجاي يكون يكون العام الجاي يكون معنا. يمكن العام الجاي يكون معنا. يمكن يمكن قاعدة. هو يقول في النهاية هو يجي كور هنا ديما. اي نشوفه تصاور ديما على الفيسبوك. اما لا قال انا فاندو كاريان جينا في الترجي. عنده هب انتماء للترجي. قال اخر مرة وقتاش حكيت معاه؟ اخر مرة حكيت معاه في دبي تو ثلاث شهور. تجبد الموضوع ولا؟ لا لا على الأندية خليه جاي ما حبش. ما حبش. خليه مازال بكري. مازال بكري.